مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزئ بينا المفضوح. رد الوحيد على شخص زي ده نحن نبعت له جدة المرسال بتاعه. ايه ده؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريق. حاجه عجيبه، ما يجيبش معاه رجاله تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزئ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الاسد، ملك انكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب اغسطس. ابقى ملك ايه؟ ملك فرنسا. ما انا قلت جومابيل. فرشين يا جميله الجميلات، ارمله وجايه في اي مصلحه. كوناردي دي مونفرات ملك المانيا. ويرد. روبرت فروم ايرلندا. والحق اريود اوف لندا. اكسكيوز مي، اخر حته اوف رياندا. معانا وربك اوفر ديوب، حارس الدرع الزاد، امبراطور بيردلتا، قائد فرسان المعبد. وحفظتها ازاي دي يا حاج؟ او ماي جاد، اكشلي انا نسيت انا مين. وير ا مينت، انا عماد. عماد الدين خدام العرب. شوف يا عم عماد، لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم، واحنا لينا شروط. اكسكيوز مي، ما سمعتكش كويس. الأرض دي انتوا مالكوش فيها. بلس لو عايز فعلا سلم، اوكي بالنسبة لي قشطة، موافق. نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبتحركوا على المين. انت ما عاوز تتسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا. نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني. لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب، انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص. اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزئ بينا. دراعي ايه وليه؟ انت بتسخريهم ليه؟ ريتشارد انا بكلمك انت، ما تدخلش الستات في الموضوع. اكشلي الحرب مش ستايلي قوي، يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتيره قوي مفيده اكتر. بس لو انت عاوز الحرب سوات. انت بقى اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال، احنا ما احناش قلائل، احنا هندش ملك انت واللي معاك كلياتكم. سو فاني. يو نو وات، هيتني. انتم تحرقون زيت الزيتون وإذن فهي الحرب. الحرب 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 هي الحرب دي ما فيهاش نسوان. الحرب دي نشفة. بتصور ايه؟ ايه يا جوني ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ المشهد لسه ما خلصش، اتفضل خش المعركه. ده مشهد؟ ده سلطه بلدي. بعدين انا البطل، بتصورني من ظهري؟ جوني انا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي بتاع ايه؟ ايوه بتاع عليا ويكا، صورتك من وشك. المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي جوني. طب البتاع اللي انت بتعمله ده كله هتخلصه امتى؟ احنا المفروض نسلم بكره بالليل اخر ميعاد. انا بكره بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج. وقولي الاول انت امتى النتيجه؟ بعد 6 شهور تقريبا. اوكي ده لسه بدري جدا. على فكره احنا في السيف سايد. عايز اقول لك على حاجه فزاع، مقطعك في المشهد ده موت 3 لغايه دلوقتي. جوني الحق عشان مش هتلاقي حد تموته. انا هموت فزاع نفسه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبت الحاجات؟ كل حاجة طلبتيها جبتها. الفراخ جبتها شمرت؟ جبت الفروج شمرت. والبط والحمام؟ جبت كل الطير وديت الفزاعة يدبح فيه وينظفه. وجبت المغاف؟ يا بنت جبت 10 كيلو، جبت كل اللي طلبتيه مني. ماشي. بسم الله ما شاء الله. فرحان قوي. يعني عم تاكلي وما عارفين شو يسدوكي. واه ايه يا كبير؟ هتبص لي في اللقمة ولا ايه؟ يا بنت ما قصديش يا بنت. بس يعني اللي يشوفك اول ما حبلتي كان نفسك طامه واكلك كيف اكل الزرزوره، ما عايزاش تاكله خالص. بس دلوق بسم الله ما شاء الله عم تحشي كيف الجاموس هالعشار. ابوك اللي سكين العاكر خامس مره يتصل بي يسال على العنوان، مع انه جهنه ولا 100 مره قبل كده. معلش يا كبير استحمل حكم السن برضك،
ما انت عارف هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقى بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيح على الآخر. أنا يا حاج درديري، أنا مين إيه يا حاج درديري؟ أنت اللي متصل. أنا الكبير يا حاج الكبير، جوز بنتك هدية. يا حاج أنا بقى... يا حاج أنا قايل لك العنوان يا دي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقتي؟ آه هتلقى جامع، هتلقى جامع. تمام، بعد الجامع ده بحر، خليك ماشي طوالي تلقى شرق قطر، بعديها تلقى الترعة، امشي معاه تلقى الدوار. زين؟ وعليكم السلام، وعليكم السلام. ايه؟ أنا كبير جيت بنتك يا حاج. تبين إنه هبقى مرار طافح. إيه الاستفزاز ده؟ الساعة بقت 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش هتبقى 3 بالظبط، يعني هتتأخر ربع ساعة 10 دقايق كده. طب ليه؟ ليه يلعبوا بعصبنا؟ ليه؟ احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم. جوني دول بيعملوا فيلم تيتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه، مش بيعملوا سنوات الضياع. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد. تعالى مكان، تعالى مكان، انت توتر شويه، انا تعبت، تعالى مكان. حاجه استفزازيه. يا نهار اسود. ايه؟ ايه سيت؟ لا اللابتوب هنج. يا اخي اتنيل، اعملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني، كالم داون، في ايه؟ يا نهار اسود. ايه؟ هي ناقصة، هي ناقصة. هات يا عم، أنا غلطان إن اديتهولك. أوه ماي جاد. إيه؟ إيه في إيه؟ ترى على شمالك حلو قوي، خليك مكمل طوالي، هو الدوار اللي في وشك ده. ماشي، سلام عليكم. يا كبير، كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني؟ فاكر مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه. المسابقة عدم المؤاخذة، الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج الزرديري، عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك؟ أنا الكبير يا حاج. جوز بنتك! حلو قوي، لقيت تمثال؟ وقف عندي، هو ده الدوار. أيوة شايفة، شايفة، شايفك يا حبيبي، بتعمل لي باي باي، شايفة. يلا يلا يلا. ده ده. أنا من المؤاخذة يا أخوي، قول لي. Guess what؟ قبلوني في المسابقة، حبقى بطل تايتانيك 2! صح صح، ألف مبروك! الله يبارك فيك. هتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكرة بالليل. باه، يعني ما تحضرش الولادة ولا ايه؟ الدكتور قال ان هدية هتولد الاسبوع ده. طب انت هترجع متى؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. انا مش هرجع تاني. انت بتقول ايه؟ دقيقة واحدة افتح لي الراجل المخبل ده واجيلك.